دكتور، يعني لماذا أنت ضد العقاب؟ أو بعبارة أخرى، يعني خلينا نقول ما هي سلبيات العقاب؟ علي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أولا بداية بعد أؤكد من هو أنا. أنا إذا كنت أنا الأب أو الأم أو المربي أو المدرس أو المعلم، فنحن دورنا الأساسي في التربية هو أن نربي، أن نرعى وأن نحمي وأن ننمي شخصية هذا الطفل الذي هو هدية الله إلينا. أما إذا كنت أنا قاضيا فدور القاضي أنه يطبق القانون وينزل العقاب على من يخالف القانون ويخالف الدين ويخالف الشرع وغير ذلك. إذا أنا دوري كمربي لا يستقيم مع العقاب، والعقاب لا يعالج أصلا، لا يعالج عند الطفل أبدا سلوكا مزعجا. ولذلك هذا العقاب له أضرار عديدة جدا. أولا يجعلني أنا الآب أو الأم أو المربي أيا كان دوري أستقيل من التربية وأتحول إلى شخص آخر. إذا من يعاقب ليس مربي، هذه واحد. اثنين، العقاب لا يعالج أصل المشاكل عند الأطفال، إنما يعالج أعراض المشاكل. والأمر الأهم في هذا الموضوع وهو أن الطفل لا يخطئ. أنا بالنسبة إلي أيضا الطفل لا يخطئ، إنما يعبر عن شيء بداخله، إما أن هذا الطفل محبط أو منزعج، أو أن هذا السلوك الذي لا يعجبنا قد يكون طبيعي تقتضيه مرحلة النمو، أو يكون لفت انتباه لنا بأن هذا الولد يعاني من شيء بداخله. والمربي يتعامل مع أصل المشكل لا أعراضها. فأنا أعتقد أن من السطحية في التعامل مع الأطفال أن أرى السلوك وأقول إن هذا السلوك لا يعالج إلا بالعقاب. والأمر الآخر وهو الأخطر على الإطلاق، وهو أننا حينما نعاقب أبناءنا ندمر العلاقة بيننا وبينهم، والتربية هي العلاقة. نعم. الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بمعنى يبين لنا أنك أيها الرسول أنك نلت الاحترام والتقدير والاتباع لأنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب دكتور، فإذا عاقبنا نعم. انتهت العلاقة. نعم، بس دكتور يعني خلينا نتكلم بواقعية وبمصداقية وشفافية. يعني في بعض التصرفات من بعض الأطفال ما تقدر أنت تسيطر عليها إلا لمن تعاقبه، وأنا لمن أقول تعاقبه مش يعني العقاب العنيف الشديد اللي هو يعني يأتي بالضرب أو بالكلام السيء، وإنما يمكن يكون بالحرمان نوعا ما من الأشياء اللي الطفل يحبها علشان ما يعود يكرر هذا السلوك. هو فقط يمكن قد يكون هذا النوع من العقاب لتعديل سلوكيات الطفل، فهل هذا أيضا أنت ترفضه رفضا تاما؟ أي نعم، هذا هو تعامل مع عرض السلوك وليس أصل السلوك. الأمر الخطير أيضا في هذا الموضوع هو أنني عندما أحرم ابني أو أمنعه ليس من شيء أساسي، أنا ممكن أمنع ابني من اللعب بالنار أو اللعب بالغاز أو اللعب بالسكين أو أنه يقود سيارة وهو لا يملك رخصة، هذا نمنعه، هذا دورنا اسمه الرعاية، هذا ليس عقاب إنما هذه حماية. ولذلك أنا أحمي ابني وأمنعه من كل ما يضر به وبسلامته وصحته أو كل ما يخالف القانون أو كل ما هو محرم في ديننا، هذا دور ليس عقاب إنما هو حماية. وأنا دائما أشرح للآباء وحتى للأطفال، أقول لهم أنا في سيارة الخاصة بي لست حرا، فأنا ملزم بحزام الأمان الدولة تفرضه علي لحمايتي وليس كرها لي، وهذا ليس عقاب. ولكن لو أنا عاقبت ابني على السلوك لا يعجبني قد أقع في فخ أن هذا الابن يتوقف عن هذا السلوك فنفرح، ولكن أصل السلوك موجود وسيتحول هذا السلوك الذي يزعجني إلى سلوك آخر. فكم من الآباء والأمهات قالوا والله يا دكتور نحن نؤمن بالعقاب، كان ابني يضرب إخوانه وكان كذا فعاقبته فتوقف السلوك. فأسألهم سؤال: عندما توقف هذا السلوك ألم تلاحظ على ابنك بعض الأعراض؟ قال: مثل ماذا؟ أقول له مثلا بدأ يعاني من مغص يوميا. قال: نعم. بدأ يأكل أظافره،
بدأ يبكي بالليل، جاء تأتيه كوابيس ليلية، بدأ يتأتئ، مثلا بدأ يصمت، انطوى وانعزل ولم يبقى يلعب مع إخوانه وأصدقائه وغير ذلك، تغيرت شهية الأكل. إذا لاحظوا عندما نعاقب على سلوك لا يعجبنا في الطفل فإننا قد يختفي هذا السلوك، ولكن قد يتحول إلى سلوك أسوأ، وقد يكون السلوك الآخر أصعب على العلاج من السلوك الأول. ولذلك العقاب أيضا يدمر كرامة الولد، ولذلك ليس العقاب هو الضرب العنيف، فإن هذه الحركة البسيطة لو جاءت في سياق عقابي فإننا نهين هذا الطفل. وتعرفون كرامة الإنسان ومروءة الإنسان مهمة جدا، وأنا لا أريد أن أربي ابنا بلا كرامة بلا عزة، فإن الذين فقدوا كرامتهم لا يمكنهم أن يخدموا أوطانهم، ولا يمكن أن يكونوا أشخاصا متميزين في المجتمع، لأن الذي لا كرامة له يباع ويشترى ويغش إلى غير ذلك. فأنا أريد كرامة، هذا الولد ينشأ على الكرامة، فصعب أنني أنشئ ابنا على الكرامة وأنا أعاقبه وأنا أدله وأنا أحرمه وأنا أوقفه في ركن يسمى ركن التفكير ولا ركن العقاب، هذه كله إهانات. ولذلك أنا ضد العقاب. وباختصار أنا مربي، المربي يعالج يصلح يعلم، المربي يمثل السلام عند الأبناء، المربي يمثل النعمة، يمثل الإطمئنان، يمثل الاستقرار، يمثل التمتع بهذا المربي، وجوده متعة في حياة الأطفال. طيب. فإذا انتقل المربي إلى معاقب، إذا فقدنا التمتع، طيب. فقدنا الاستقرار، فقدنا الأمان، فقدنا السلام إلى غير ذلك. طيب.